جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، خاطبتم الأزواج في هذه المرة، هل لكم أن تخاطبوا بناتكم وأخواتكم عند استخدام الهاتف؟ لأن بعض الأزواج يقولون إن الهاتف أصبح يشكل ميزانية وأصبح يشكل عبئا خاصا على الرجال، هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، نوجه النساء بألا يكثرن من المكالمات، التلفونات، المكالمات التي ليس لها حاجة ولا ضرورة، وإنما هي من فضول الكلام وكلام المجالس، فهذا لا يكون في التلفون لما يسببه من النفقات على أصحاب البيوت. فكثير من المكالمات من الكلام الذي لا حاجة إليه ولا تدعو إليه ضرورة، وإنما هو من فضول الكلام، فهذا لا ينبغي أن يكون بواسطة التلفون، لأنه يكلف نفقات ويضيع أموالا بغير فائدة. وفضول الكلام منهي عنها حتى ولو بالمشافهة، لأنها تضيع الوقت وقد توقع في شيء من الإثم، فكيف إذا ترتب مع ذلك نفقات وإضاعة أموال؟ فنوصي النساء بأن يتجنبن المكالمات التي لا حاجة إليها وليست ضرورية، كما أن الرجال لا يجوز لهم أن يضيقوا على نسائهم بمنع المكالمات الضرورية، فإن النساء أيضا لا تحرج الرجال في دفع نفقات لا حاجة إليها، وكل من الطرفين يجب عليه الاعتدال في هذا الأمر. أما المكالمات التي فيها إضاعة للحياء والعفة كما يجري بين بعض النساء والضائعين من الرجال من المغازلات، هذا محرم ومنكر وزور من القول، هذا يجب منعه وتأديب من يفعله، لأنه يجر إلى معاصي الله سبحانه وتعالى وإلى إضاعة الحياء وإيذاء البيوت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة أخيرة في هذا الباب شيخ صالح، بعض الرجال دخله محدود جدا ونفقاته مقتصدة إلى أبعد حد، هل من كلمة أخيرة يحفظكم الله؟ هو كما سبق، حتى ولو كان الرجل غنيا فإن تكليفه بدفع نفقات لا حاجة إليها من مكالمات تكون طويلة وليس لها أي حصيلة، ولو كان الرجل غنيا، لأن هذا من إضاعة المال. أما إذا كان الرجل فقيرا فهذا مما يؤكد المنع أيضا، لأن هذا يكلف الرجل شيئا ليس بمقدوره، قد لا يستطيعه إلا بالدين، فيجب التحفظ من مثل هذه الأمور ومراعاة الأحوال. نعم،